محطتنا الأولى رشا رح تكون بعالم الفلك، ونحن ناطرين لهي الفقرة. وقت شفنا الصور انتشرت للقمر العملاق وغيرها من الظواهر الفلكية يلي كانت، مثل ما ذكرنا أيضا كان في الصور الأربعة الأولى التي التقطها تلسكوب جيمس ويب لمجرات وسديم وكوكب خارج المجموعة الشمسية. لنحكي أكثر عن هي الظواهر الفلكية بيسعدنا أكثر، ونرحب بالدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك. صباح الورد نرمين، صباح الخير رشا، يسعد صباحكم، صباح الاخبار الفلكيه. ذكرت اليوم العديده الفلكيه، ويليام هيرشل وماريو بيركوري واديسون، توماس اديسون العالم الفيزيائي. صباحك. صباح الخير، كيفك؟ تمام الحمد لله. تمام والله، صار لي فتره. ايه والله عم تابع الشوب والحالات الحراريه، يمكن ما بعرف اذا سمعتوا ببريطانيا ودول اليوم أوروبا. عم كان في تحذير لمرتفع بدرجات الحراره. صحيح صحيح، واليوم اول مره بريطانيا تعلن حاله الطوارئ للخط الأحمر، يعني تجاوزت درجة الحرارة ببريطانيا 43. إسبانيا مبارح عاشت يوم مريع بسبب الحرائق، بسبب المشاكل، عدد كبير من الوفيات في فرنسا. فعلا اليومين الماضيين تجاوزت درجات الحرارة المعقول في أوروبا، فكانت صدمة لكل العلماء حول العالم ولكل منظمات الأرصاد الجوية. أن تتجاوز درجات الحرارة في هذا الوقت من العام هذه الدرجات، فعلا نحن اليوم عم نلحظ نلمس موضوع الاحتباس الحراري. والمفارقة أن من يسبب الاحتباس الحراري الطبيعة تعاقبه بشكل أشد. يعني اليوم درجات الحرارة الغير مسبوقة بأوروبا كانت مفاجئة تماما، يعني حتى خلينا نحكي بصراحة لم يكن متحضرا، يعني ما كانوا مجهزين لهيك درجات حرارة. اوكي نعرف في احتباس حراري، نعرف في زياده درجه الحراره، لكن مو لا توصل لهالدرجات يلي شهدتها اوروبا. ما انت يعني وعدتنا بصيف حافل بدرجات الحراره، قلت لنا صيف طويل وحيكون درجات الحراره كثير عاليه. خلينا ننتقل للحدث الابرز لليوم، جيمس ويب بعد ما وصل مثل ما حكينا، كنا نحن متابعينه من وقت الانطلاق لوقت وصوله للمكان وتبريد نفسه، وبلش اليوم يبعث الصور الاربعه الاولى. خلينا نحكي عن هدول الصور. والله يا رشا انتقلنا لمكان ثاني بالعلوم الفضاء والفلك وتكنولوجيا الفضاء. جيمس ويب هو انجاز، هو عصر جديد، هو بوابة جديدة للكون، جعلنا نشوف الكون بعيون تانية. يعني كأنك أنت حاطة نظارة لتشوفي مثلا كتاب، هي النظارة عليها شوية غبار، تمام. جيتي أنت بدلتي النظارة بنظارة من الزجاج الممتاز، بتلاقي تماما تلاقي الصورة تغيرت، صارت أوضح أجمل أكثر تألقا. هذا ما حدث مع جيمس ويب. جيمس ويب اليوم هي عين الإنسان في الفضاء. التقط جيمس ويب، استطاع جيمس ويب هذا التلسكوب الذي كلف 10 مليار دولار، استطاع أن يلتقط صور جديدة غير مسبوقة للكون. الصورة الأولى كانت لمجال عميق، لمساحة كبيرة من الكون، فيها عدة نجوم وعدة تجمعات نجمية، فيها تأثير أينشتاين، الانحناء العلاقات الثقالية. وكأن جيمس ويب في أول صورة له يوجه تحية لألبرت أينشتاين، بيقول له كان معك حق يا أينشتاين بالنسبية العامة والنسبية الخاصة وبانحناء الضوء. كانت هذه الصورة فعلا يعني توقف الناس أمامها مدهوشين بحجم الكبير لهذه الصورة اللي عم نشوفها تماما. عم نشوف صور. هذه الصورة الأولى كانت هي صورة. الصورة الثانية للسديم، ولادة النجوم هون من هاي الصورة تحديدا بهذه الدقة اللونية العالية، يعني عم نشوفها بألوانها الطبيعية، مكان بيولد النجوم فيها، كيف عم يتشكل النجوم. يعني بالصور الأربعة مثل ما تفضلتوا بالمقدمة، جيمس ويب نوع، صورنا صورة لكون لمساحة كبيرة من الكون، صورنا ولادة نجم، صورنا وفاة نجم، وصورنا كوكب. يعني عطانا أربع أمثلة لما هو قادم. بس قلنا هذه اللي حقدم لكم اياه، عنكم الآن جهد كبير لتقوموا فيه دراسة هذه الصور، تحليل هذه الصور، فهم أبعاد هذه الصور. يعني بهالصور في كان بعض الومضات يلي ما يعني بدها دراسة، بدها تدقيق، بدها اهتمام. على سبيل المثال، يا ترى هل صحيح أن عمر الكون 14 مليار سنة؟ اليوم جيمس ويب ممكن يغير هذا الكلام تماما، لأنه صار ينظر إلى أبعد من ذلك. هل يا ترى ولادة النجوم تكون بنفس الطريقة؟ أم كما نرى من الصور هذا السديم الجميل جدا، هناك تغيرات في ولادة النجوم؟ ماذا سيحدث لشمسنا في المستقبل؟ حتى جيمس ويب ما وفر كواكب المجموعة الشمسية وقام بالتقاط صورة فريدة لكوكب المشتري وتوابعه، أيضا ليقدم تحليلات عن مدى عكس المشتري للضوء
الشمس والطاقة التي يقدمها للكواكب الداخلية. فعلا جيمس ويب اليوم أخذنا لمكان ثاني تماما، مكان يمكن صدقوني صحيح 10 مليار دولار مبلغ كتير كبير لجهاز علمي بالفضاء، لكن حيقدم معلومات وإنجازات هائلة جدا. قد نجد الطاقة المفقودة التي تفقد، خلينا نقول أفضل، التي تفقد على الأرض، قد نجدها في النجوم وبين هذه الصور وبين هذه السدم. اليوم نحن عم نبحث عن الطاقة في الكون، الطاقة على الأرض عم تنضب، الوقود الأحفوري، الطاقة الشمسية، كلها حتى هي الطاقة تحتاج، الطاقة الأحفوري عم تنضب، طاقة الشمس ما استثمرناها بشكل كتير كبير، ممكن نستثمر طاقة النجوم وإشعاع النجوم، ما حدا بيعرف. جيمس ويب حامل أسرار عديدة. ناطرينا يعني نحن أكيد ناطرينا وناطرين أيضا كثير من المعلومات والصور، يعني مثل ما قلنا الحدث الأهم هو وبلشنا بهدول الصور. صحيح، فتح الباب، يعني أعلن انطلاقة الآن، يعني حتشوفوا تلاحظوا خلال الفترة القادمة كل فترة وفترة حيكون في إنجاز، في شغلة جديدة، في خبر جديد، في صورة جديدة، في تحليل جديد، يعني في شيء جديد مع جيمس ويب. فعلا هذا التلسكوب العملاق الذي سيحل محل تلسكوب هابل الفضائي فعلا حيقدم انجازات كثير كبيره. هابل طبعا لسه ما تقاعد، عم يحاول باخر حياته يعمل شيء، لكن لما قارنا الصور ما بين جيمس ويب وهابل فعلا لازم نقول له لهابل الله يعطيك الف عافيه، قدمت كثير بس ما قصرت، بس خلاص يعني عصر هابل انتهى امامنا عصر جيمس ويب. صرنا بمكان جديد مع هاي الصور. خلينا ننتقل لموضوع ثاني هو ظاهره القمر العملاق، كمان من الظواهر الفلكيه اللي رصدتها كثير مراصد فلكية وحتى الناس شافوها. قبل كان في عنا شيء اسمه قمر الفراولة، هلأ نحن عنا قمر العملاق، خلينا نحكي أكثر عنه. تمام، طبعا شهدت منطقتنا ظاهرة فلكية كتير كتير حلوة، القمر العملاق. هذا العام سميناه قمر الغزال لأن لونه الأحمر بيسموه دم الغزال، لون أحمر كان كتير واضح، صوروه الناس كتير. طبعا الأحمر لما يشرق ويغرب، السبب لونه الأحمر هو انعكاس وتشتت ضوء الشمس بذرات الغبار الأكثف بتموز. هذا كان أقرب قمر للأرض بمداره هذا العام، وبالتالي كان أوضح وأكبر بنسبة 14% وبإضاءة أكثر بحوالي 30% 34%. فعلا كان واضح بشكل جميل جدا، كثير صور اجتنا من الناس تابعتها استغربت ليش القمر هيك قريب منا وكبير، حجم الظاهرة كان كثير كبير. طبعا هذه الظاهرة الفلكية هي ظاهرة ناتجة عن مدار القمر حول الأرض في أقرب نقطة للأرض. تماما، أقرب نقطة للأرض. هذا المدار اللي بتراوح ما بين 384 ألف كيلومتر لل 402 ألف كيلومتر كان بأقرب هذه النقاط للأرض، وبالتالي ظهر بحجم كبير جدا. الناس العادية بدون تلسكوبات قدرت تشوف التفاصيل على سطح القمر، الوديان والجبال والبحار. طبعا البحار هو اسم عربي لمناطق هي ليست بحار، هي عبارة عن مناطق رملية، لكن أجدادنا كانوا يظنوها أنه بحار لكن هي عبارة عن رمال. فكانت واضحة بشكل كتير جميل، قدروا العلماء أو قدروا الناس العادية أنه يعملوا بدماغهم خارطة لهذا القمر لأنه كان أقرب بشكل كتير حلو. لاحظنا كالتالي، وعلى فكرة هذا الشيء رح تلمسوه ويمكن سمعتوا عنه، لما يكون القمر بدر بيصير عملية المد والجزر، هذا شيء طبيعي. لما يكون القمر بدر عملاق تزداد نسبة عمليات المد والجزر ب 49%. مشان هيك رشانير مين، الفترة الماضية شهدت سواحل السورية زيادة كتير وزيادة بقناديل الماء، نجوم البحر قناديل، يعني سمعنا كثير عن حوادث القناديل الموجودة على الشاطئ، على الشاطئ طلعت بكثرة. يا صار في أضرار جسدية للناس اللي كانوا موجودين وقتها بأماكن سياحية. بالضبط، هذا سبب القمر العملاق. شو الربط؟ القمر لما يكون بدر بيمارس عملية مد وجزر طبيعية، لما يكون عملاق تزداد عملية المد 50%، يعني تقريبا الضعف. فهذا المد بيصير أقوى بكتير، فبيسحب بسهولة كل شيء كائنات حية باتجاه الشاطئ، وبالتالي تزداد وصول الكائنات الحية كقناديل البحر إلى الشاطئ، وبالتالي تتعرض الناس يعني يسبحوا بيلاحظوها بشكل واضح واستثنائي. طبعا تستمر باستمرار القمر العملاق. إضافة لهالشيء كمان وثقة أنه الناس اللي عندها مشكلة بضغط الدم، يعني عندها زيادة بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، القمر العملاق يزيد من هذا ضغط الدم على الدماغ. تمام. فبتلاحظوا الناس بتبلش تتوتر تتعصبوا، يعني في كتير ناس حتى انتوا على حالكم حاولوا تدرسوا وضعكم النفسي. لما يكون القمر عملاق لاحظوا يا ترى انا عادي، طيب خير، اذا عادي ما عندي مشكلة بضغط الدم، اذا انا بعصب لما يكون القمر بدر وبعصب اكثر لما يكون عملاق، ف
فأنا فعلا عندي مشكلة بضغط الدم لازم راجع طبيب. في ناس بلا معصبة بأمر وبلا أمر. هي بقى حالة استثنائية. أما الأمر العملاق فعلا عشان هيك بتتوقف بالدول المتقدمة عمليات القلب المفتوح لما يكون الأمر عملاق. لحظة لوين ارتباطه. الغريب هذا اللي بدي أقوله قديش عم ترتبط الظواهر الفلكية مو بس بانعكاس على الطبيعة ولكن أيضا على جسد الإنسان. يعني هاي التفاصيل عم تحكينا إياها يمكن ما كتير ناس بينتبهوا لها أو يعني بياخذوا لها كتير اعتبار. تمام. سابقا كانوا ياخذوها بشكل بسيط، يعني مثلا في بعض النساء انه ما بيقصوا شعرهم غير لما يكون القمر بيطول من الاطوار. هي القصص كانوا ياخذوها من زمان، كنا نسمع عنها من اجدادنا، لكن اليوم ثبت انه فيها شيء من الصحه. صحيحه هي دكتور. تماما فيها شيء من الصحه، لانه هذا الضغط الدم اللي عم يتغير مع تغير دوره القمر عم ياثر على حياتنا بشكل واضح. يعني اليوم العلم اكد انه نحن ككائن موجود على الارض، نحن كائنات قمريه نرتبط بالقمر بشكل كبير جدا، سواء بدورتنا الدموية، بحياتنا، بكل تفاصيلنا الجزيئية، الخلايا، حتى خلايانا، خلايانا بتولد وبتموت على الشهر القمري. خليني أسألك كونه ذكرت عن القمر، علماء الأبراج والأفلاك دائما بيحكوا مثلا بيركزوا على نقطة انتقل القمر للبرج الفلاني، فهي هو نحن عم نحكي عنه هي النقطة؟ أبدا، لأنه أساسا هنا عم يحكوا عن شيء خاطئ، لأنه للأسف الشديد في فرق تماما بين فن التنجيم والأبراج وبين علوم الفضاء والفلك. هن للأسف معظم المنجمين اللي بالعالم بيعتمدوا على معلومات قديمة، وبالتالي ما بيتابعوا الحركات الحقيقية للكواكب والقمر وكل هالأمور. نحن شو بنعمل مثلا لما يكون القمر بدر عملاق؟ بيجوا الناس بيرصدوا عنا، منسجل شو بيقولوا المنجمين صباح ذلك اليوم ومنفرجيهم بعينهم وين القمر بأي برج، فبيلاحظوا الاختلاف ما بين الكلام وما بين الواقع. في الأسف يعني في كتير مآخذ ما عم يتبعوا العلم. يعني العلم اليوم مكان تاني تماما عنهم، العلم اليوم اتطور وتقدم وصار مكان تاني، وبالتالي لا أبدا هذا يختلف تماما عن ذلك. مع العلم أنه لا ينكر تأثير الشمس والقمر على الإنسان، يعني هذا شيء ما فينا ننكره، بيأثر ولكن بطريقة تانية غير اللي عم يقولوا عنها. عم نقول عنها صحيا، نفسيا، ممكن يأثر مثلا بكائنات حية تانية بتعتمد بشكل كامل على القمر، لكن انه ياثر مثلا بدي يربح مصاري، بدي اتزوج، بدي يطلق، لا هذا الكلام كله كلام ما له علاقه. بس ممكن اذا عصب الواحد ممكن مثلا دكتور هيك سريعا اليوم شو الانشطه لليوم ولا بكره شو تحضيراتكم بالانشطه الجايه؟ صحيح نحن هلا اكثر شيء عم نحضر له بصراحه الان، يعني بعد القمر العملاق اللي اخذ منا فتره منيحه ورصدناه وصورناه وتابعناه ومتابعه جيمس ويب، عندنا نقطتين الان نعمل عليهم. النقطه الاولى هو الهطل الشهابي اللي حيكون ب 11-12 آب، وهي ليله فلكيه هامه بالنسبه للفلكيين. مرور الارض ببقايا مذنب والاحتكاك ما بين الارض والغلاف الجوي سيولد ألعاب نارية جميلة جدا، نحن بانتظارها لرصدها ومتابعتها وتوثيقها. إضافة إلى ذلك يمكن الفترة هي عم نتابع أكثر شيء موضوع البقعة الشمسية والتغيرات المناخية. تم تحديد موعد للشهب أو 11-12 آب، ليلة 11 يعني الساعة 12 ليل 11 لـ4 فجر 12. سجلي يعني رمي. حيكون يعني منظر أكيد يوم كتير حلو، وبالذات يعني ممكن من بيوتكم، ما في داعي يعني من بيوتكم نطلع على السماء. نطلب أمنية دكتور أو لا كمان؟ والله يطلع كتير إذا بتلحقي برافو عليك لأنه بيجي بسرعة. حضرنا على ورقة تمام. كل ما يمرق واحد أمنية نحن عدينا كتير شهب وتمنينا كتير، يا رب الله يحقق أمنياتنا. بس المفارقة أنه كمان موضوع الشهب يعني يوميتها غزير، بس الشهاب بيمر خلال اجزاء من الثانية، فلك تجهزي الامنية وتلحقيها بسرعة كبيرة كتير تطلع وراه بسرعة كبيرة بدها تكون. اضافة لهالشيء نحن عم نتابع موضوع البقعة الشمسية وتأثيرها على المناخ والحرارة اللي عم نسمعها اليوم متابعينها بشكل كتير كبير بصراحة، لانه فعلا يعني ما بدي انا اخبي بس خايفين انه هذه الحرارة العالية عم تصير باوروبا، هذه المرتفعات الجوية والمنخفضات والتغيرات والاضطرابات المناخية تأثر على منطقتنا، لأنه فعلا اللي عم نشوفه بأوروبا كان مخيف مخيف، بس إن شاء الله ما بتجي لعنا بتكون انتهت بأوروبا. وهذا الواضح مع العلم برجع بأكد أنه فعلا نحن أمام صيف استثنائي. قديش متوقع هيك توصل لدرجة الحرارة على بسوريا؟ أنا خليني عم بحكي هلأ ما فينا نعطي أرقام، لكن متوقع أنه بالظل نحن عم نحكي مو بالشمس، لأنه دائما تقاس درجة الحرارة بالظل، متوقع أن توصل 43-44 يعني نحن عم نحكي بالشمس ممكن توصل 49، يعني اعلى من المعدلات متوقعه، يعني هذا الشيء واضح انه حيكون ان شاء الله ما نوصل على الخمسة باذن الله تعالى. دكتور في شيء تحذيرات لليوم كونه في تحذيرات من ارتفاع درجات الحراره؟ تمام.
كثير، لكن بالنسبة لنا الحمد لله ما زالت ضمن المنطق، يعني ما في أي تحذيرات، أنه مثل ما بيقولوا المديرية العامة للأرصاد الجوية والنشرة الجوية بتطلع من عندهم، أنه أهم شيء ما نمشي كثير بالشمس، نكون معنا مي، هالأمور الطبية بياخذوها بعين الاعتبار. لكن المشكلة الآن بأوروبا بصراحة، المشكلة أنه اليوم ضروري، إذا بدي أحكي كلمة عن هذا الموضوع تحديدا رشا، أنه اليوم عم يدفعوا الثمن، تمام، ندقق شو عم يصير بأوروبا. كثير مهم أنه نتابع بدقة ماذا يحدث في أوروبا وكيف يتم التعاطي مع هذا الحدث في أوروبا. هاي النقطتين كثير مهم أنه نتابعهم، ماذا يحدث في أوروبا، كيف وصل درجات الحرارة إلى هذا المستوى، ما هي المناطق التي شملت درجة الحرارة العالية، جنوب شمال شرق غرب، وبنفس الوقت نتابع بدقة كيف يتم التصرف في هذا الموضوع، لأنه فعلا لازم يكون عندنا تجهيزات لهذا الموضوع، لأنه ما بنعرف بأي لحظة إن شاء الله ممكن. نحن دائما نتفاجأ دكتور، تماما، دائما عندنا ما في حال طوارئ للقصة. بس يا رب يعني ما توصل لعنا، لأنه فعلا إن شاء الله ما ينضر حدا، بإذن الله ما توصل. هيك